فنحن نسير على توجيه في توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتطبيق السلف في مواقفهم من أهل البدع. على هذا المنوال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه الحق، فإننا مكلفون بتبليغ رسالة الله إلى البشر جميعا، فإن رسالة محمد إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولو قلنا هذا كافر وهذا مبتدع وما ندعوهم ونهجرهم كلهم ما بلغنا هذه الرسالة، وارتكبنا إثم التقصير والكتمان. فتعلموا حتى تكونوا أكفاء للدعوة إلى الله ومواجهة شبه والضلالات الكافرين والملحدين والمبتدعين وقمعهم وردعهم بالحجج والبراهين. وفقكم الله.